أفكار للمستقبل مع حذيفة عكاش. السلام عليكم. صدر مؤخرا كتاب الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية، من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي. يقول مؤلفه: هو دراسة واسعة جاءت حصاد سنين من البحث والتأمل والتنقيب في تراث المسلمين وتاريخهم، وفي كتب كبار فلاسفة السياسة عبر العصور من أيام أفلاطون إلى مطالع القرن 21. فما أهمية هذه الدراسة؟ وما الذي ميزها عن غيرها؟ وما هو المنهاج المتبع في هذه الدراسة؟ وما الدافع للكتابة في هذا الموضوع الذي قلت فيه الكتابات القديمة؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها، يسرنا أن نستضيف مؤلف كتاب الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية، الدكتور محمد مختار الشنقيطي، في حلقة جديدة من برنامج أفكار للمستقبل. مرحبا بكم فضيل الدكتور. أهلا وسهلا، حياك الله وياك أخي الكريم. حياكم الله دكتورنا. العنوان لافت للنظر، الأزمة الدستورية عبر التاريخ. لماذا هذا العنوان ولماذا هذا الكتاب؟ طبعا أنا لاحظت من العصر المبكر من حياتي الدراسية واهتمامي الفكري، ومن خلال أيضا بعض اللمعات التي قرأتها لمفكرين إسلاميين في العصر الحديث، خصوصا محمد إقبال وملك بنبي، انتباهي لأن أزمة الحضارة الإسلامية في جوهرها، نقطة الضعف الأساسية التي أنهكت الحضارة الإسلامية، تتعلق بشرعية السلطة والصراع حول السلطة. فلفت انتباهي هذا الموضوع وبدأت أبحث فيه منذ سنين، ثم وجدت إشارات لطيفة في التراث إلى هذا، أهمها إشارة الشهرستاني التي صدرت بها مدخل الكتاب، وهي قوله: وأول خلاف في الأمة خلاف الإمامة، وما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ما سل على الإمامة في كل زمان. فأيضا مع ملاحظات للكواكب، وهو فيلسوف سياسي عظيم حول هذا الموضوع، كل هذه الإشارات جعلتني أهتم بهذا الموضوع، وانتهى الاهتمام بهذا المشروع الذي خرج في شكل كتاب. جميل. منهجكم بهذا الكتاب، ما هو المنهج الذي اتخذتموه؟ في الدراسات السياسية المعاصرة طبعا توجد مناهج شتى، منها المنهج الوصفي، المنهج المعياري، المنهج المؤسسي، المنهج التاريخي. أنا حقيقة جمعت بين أكثر من منهج في دراسة الكتاب. المنهج المعياري يغلب على القسم الأول من الكتاب، الذي يؤصل تأصيلا شرعيا وأخلاقيا للقيم السياسية الإسلامية. والمنهج التاريخي يغلب على القسم الثاني، وهو ذو طبيعة تاريخية، يحلل السياق التاريخ الذي نزل فيه الإسلام أول ما نزل، وانفعل به أول ما انفعل، مثلا الجزيرة العربية والإمبراطوريات المحيطة بها. ويوجد أيضا المنهج المؤسسي في أكثر من موطن من الكتاب، وخصوصا ملاحظة الهشاشة المؤسسية عموما التي سادت في التاريخ الإسلامي، خصوصا ما قبل الدولة العثمانية. جميل. يعني يلاحظ أن الكتاب مقسم بدقة، ممكن أن تنير لنا عن هذا التقسيم؟ الحقيقة الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كل منها يتضمن فصلين، وقبل هذه الأقسام مدخل ضاف يصل إلى حوالي 100 صفحة. أما مدخل الكتاب وعنوانه إمكان يأبى النسيان، فهو يشير إلى القيم السياسية الإسلامية وكيف تحولت إلى طاقة كامنة، لأن السياق التاريخي لم يساعد كثيرا على تحولها إلى إجراءات ومؤسسات. وهنا استعملت طبعا فكرة الإمكان التاريخي عند هيجل وبعض فلاسفة التاريخ. والقسم الأول من الكتاب بعنوان التأمر في الأمير أمهات القيم السياسية الإسلامية، وينقسم إلى فصلين: الفصل الأول قيم البناء السياسي، والفصل الثاني قيم الأداء السياسي. والقسم الثاني من الكتاب بعنوان التأمر عن غير إمرة أعباء الزمان والمكان، وهو أيضا ينقسم إلى فصلين: الفصل الثالث وعنوانه فراغ على تخوم الإمبراطوريات، شرح للفراغ السياسي في الجزيرة العربية قبل الإسلام، والفصل الرابع وعنوانه كتاب الله وعهد أردشير، وهو يركز على اختراق القيم السياسية الساسانية للثقافة الإسلامية، وأخيرا القسم الثالث بعنوان الخروج من فقه الضرورات إمكان الزمان الجديد، وهو محاولة لاستشراف الفرص التاريخية المتاحة الآن لإحياء القيم السياسية الإسلامية وترجمتها إلى مؤسسات وإجراءات. وهو فصلان مثل غيره من الأقسام. الفصل الخامس عنوانه
من الفتنة إلى الثورة، يركز على ضرورة انتقال ثقافة السياسية الإسلامية من الخوف من الفتنة الذي تحكم فيها تاريخيا إلى تبني الفعل الثوري ومواجهة الاستبداد. والفصل السادس والأخير بعنوان من القيم إلى الإجراءات، وهو يركز على الصيغ العملية التي يمكن بها ترجمة القيم السياسية الإسلامية إلى مؤسسات وإجراءات في الدولة معاصرة. جميل. هذه تقريبا هي بنية الكتاب. مقدمة الكتاب عنوانها سيف الإمامة المسلول، وخاتمة الكتاب عنوانها إغماد سيف الإمامة، فهو نوع من بدء بالإشكال وأيضا النهاية بتفاؤل بأن أنا الأوان لإغماد هذا السيف المسلط على رقاب الأمة. وكانت آخر جملة في الكتاب هي اقتباس من شعر جلال الدين الرومي، إذ قال إن لدى نسائم الفجر سرا تريد البوح به إليك فلا تعود إلى النوم. جميل، يعني ظهرت شخصية الباحث وشخصية الشاعر في هذا الكتاب، جزاكم الله خيرا. فكرة الكتاب الرئيسية سيدي لو أردنا أن نلخصها ما هي؟ فكرة الكتاب الرئيسية يمكن توزيعها إلى أكثر من فكرة، ولكن يمكن أرجعها إلى فكرة رئيسية أساسية. أولا أن الإسلام ذري النص السياسي الإسلامي أو النص الوحي الإسلامي ثري بالقيم السياسية، وأنه قدم قيما سياسية وأحكاما سياسية تكفي لبناء أعدل وأنبل أنظمة الحكم السياسي، وعلى خلاف ديانات أخرى كثيرة. ومن باب المقارنة، لأنه أنا باعتبار أنه دراستي هي أصلا تخصصي تاريخ الأديان، يعني مقارنة مع ديانات أخرى، لا توجد مساحة للمسألة السياسية في أي نص ديني مثل ما توجد في النص الإسلامي القرآن والسنة. لكن مع وجود هذه المساحة الواسعة للقيم والأحكام السياسية، فإن السياق التاريخي لم يسمح لهذه الأحكام والقيم السياسية بالتحول إلى واقع عملي لفترة طويلة، ولذلك انتهت دولة النبوة والخلافة الراشدة في فترة وجيزة جدا لم تزيد في مجملها على 40 عاما، لأن الفراغ السياسي في الجزيرة العربية وانعدام تقاليد الدولة ثم النماذج الإمبراطورية التي تقدم نفسها بديلا، كل هذا تحول عبئا على القيم السياسية الإسلامية، فعانت معاناة مضاعفة، عانت من الفراغ السياسي العربي أو الفوضى البداوة السياسية كما سميتها، وأيضا من النماذج الإمبراطورية القائمة على عبادة الحاكم وتقديس الحاكم، فارسية والرومانية، فارسية والبيزنطية والحبشية وغيرها، كلها محيطة بالجزيرة العربية. ثم أخيرا الفكرة الثالثة المهيمنة على القسم الأخير، هو أنه على عكس الزمان القديم الذي خذل القيم السياسية الإسلامية، فإن الزمان الجديد يفتح لها إمكانات للتطبيق، فهذا الإمكان الكامن يمكن اليوم تحويله إلى واقع متحقق. وحقيقة أدرك هذا بعض من فقهاء السياسي المعاصرين، خصوصا الشيخ رشيد رضا والدكتور عبد الرزاق السنهوري وغيرهم. جميل سيدي، تعبرون يعني عن توتر بين الواجب والواقع، يعني ما المقصود بهذا؟ نعم صحيح، وهذه فكرة أيضا مهيمنة في الكتاب من ناحية المنهجية، وهو أنا سميتها التوتر الدائم ما بين التأمر في الأمير والتأمر عن غير إمرأة. طبعا المقصود بالتأمر في الأمير هو أن القيم السياسية الإسلامية كلها ترجع إلى تمكين الأمة من التحكم في حكامها اختيارا ومحاسبة وعزلا، هذه فكرة التأمر في الأمير، وهي مأخوذة من السنة النبوية وسنعود إليها في لما نأتي للحديث عن هذا القسم. التأمر عن غير إمرأة المقصود به حالة الضرورة السياسية في الظروف الطارئة، وما يسمى في القانون الدستوري المعاصر حالة الطوارئ، بحيث يصبح وجود الدولة أهم من شرعية السلطة، وهذا للأسف هو الذي ساد في التاريخ الإسلامي منذ الفتنة الكبرى. التوتر ما بين هذا المثال الذي يتعلق به الضمير المسلم، وهو قضية التأمر في الأمير، تحكم الأمة في حكامها وقدرتها على محاسبة وإمكانية ذلك، وعدم تطبيق هذا في أغلب مراحل التاريخ الإسلامي. هذا التوتر هو فكرة مركزية أساسية في الكتاب. جميل، تعبرون الإمكان الذي لا يأبى النسيان، أو الذي لا يأبى النسيان. نعم طبعا هذا التاريخي، أي هذا عنوان الفصل، عنوان المدخل، مدخل الكتاب. وكما ذكرت من قبل طبعا من الأفكار المهمة التي أفكار المنهجية
أو المفاتيح التحليلية في الكتاب فكرة الإمكان التاريخي عند هيجل. وهيجل هو الفيلسوف الألماني الذي عاش في القرن السادس عشر الثامن عشر. من أفكاره المهمة في فلسفة التاريخ فكرة الإمكان التاريخي، وهو أن كل حضارة تولد بإمكان، بعضه يتحقق وبعضه لا يسمح له السياق التاريخي بالتحقق. وهو يعبر عن هذا بالبذرة والشجرة، أنه لو رميت بذورا على الأرض بعضها يتحول شجرا، بعضها لا يسمح له البيئة قد تعصف به الرياح أو يتحول إلى بذرة مدفونة في باطن الأرض انتظارا لبيئة ملائمة. كما أن البذرة إذا حرمت من الماء والضياء تبقى بذرة مدفونة لا تتحول إلى شجرة. كذلك القيم، القيم إذا لم يسمح لها، إذا لم يكن السياق التاريخي مناسبا، تتحول إلى بذور تتعلق بها ضمائر الناس لكنها لا تتحول إلى واقع. وهذا الذي حدث للقيم السياسية الإسلامية. ولذلك ظل علماؤنا يتحدثون عن الدولة النبوية وعن الخلفاء الراشدين، وكتبوا مئات الكتب في مناقب الخلفاء الراشدين. مثلا ابن الجوزي وحده كتب كتاب في مناقب كل من الخلفاء الراشدين الأربعة. هذا نوع من تعلق الضمير المسلم بهذه القيم الكامنة، لكن السياق التاريخي لم يحولها إلى واقع قديما. نعم. إنما اليوم أصبح هذا واجبا وممكنا ومتعينا. جميل. عندنا موضوع وحدة الأمة والحفاظ على الوحدة وشرعية تولي الحاكم، لكن نرجع هذا السؤال لبعد فاصل قصير لو سمحتم. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير فابقوا معنا. ادرس أفكار المستقبل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيله الاستاذ الدكتور محمد مختار الشنقيطي حول كتابه الازمه الدستوريه في الحضاره الاسلاميه. مرحبا بكم دكتور. دكتور، عندنا موضوع وحده الامه والحفاظ على وحده المسلمين وعدم الفتنه وشرعيه تولي الحاكم، يعني هذه الاشكاليه كيف نوفق بينهما؟ هذا من الثنائيات الكبرى المتحكمه في الكتاب، وهي الصراع ما بين وحده الامه وشرعيه السلطه. وهذا صراع قديم حقيقة، هو هذا يتعلق بجوهر الفلسفة السياسية. جوهر الفلسفة السياسية قائم على، أو من أهم الأمور الفلسفة السياسية، هو أن ما يهدد الاجتماع السياسي أمران: الفوضى والطغيان. الفوضى من تحت والطغيان من فوق. ولذلك أورد تفسير عبد الله بن عباس رضي الله عنه لقول الله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. فهو يفسرها بهذا المعنى، يقول العذاب من فوق أئمة الجور، والعذاب من تحت الفتن. فهذان يهدمان الاجتماع. هذا تفسير إشاري سياسي. نعم بالضبط، هو تفسير سياسي للآية. نعم. أهم البناء السياسي السليم لابد أن يقوم على حصانة ضد الطغيان وحصانة ضد الفوضى. لكن الفوضى والطغيان حليفان حقيقة، يتغذى كل منهما على الآخر. الفوضى تسوغ الطغيان السياسي وتعطي ذريعة للطاغية أن يسوغ وجوده، كما قال ملك فرنسا لويس الرابع عشر: أنا أو الطوفان. وهكذا منطق كل مستبد. بينما الطغيان هو نفسه أيضا يفتح باب الفوضى، لأن الطغيان معناها ترك المجال السياسي يخضع لمنطق القوة وقانون الغاب بدلا من منطق التراضي والتعاقد. لذلك واجه المسلمون هذا الإشكال منذ الفتنة الكبرى. الفتنة الكبرى هي لم تكن حدثا بسيطا حقيقة، هي ربما أهم حدث سياسي في تاريخ الإسلام. هو تقصدون سيدنا معاوية وسيدنا علي؟ نعم، أقصد حرب الجمل وحرب صفين. نعم. لماذا؟ لأنه في النهاية حرب صفين خصوصا وضعت الأمة، وضعت خيار أهل الإسلام أمام أحد خيارين: إما استمرار الفتنة، وهذا قد يؤدي إلى اندثار الأمة بكاملها، غزوها من الأعداء المتربصين، سواء في بيزنطة أو انبعاث الدولة الساسانية، ولا تزال الدولة الساسانية بالمناسبة في تلك الفترة تحاول الانبعاث، وملوكها هربوا إلى الصين ويحاولون الفارسيين. نعم، الدولة الساسانية الفارسية. الخيار الثاني هو أن يقبلوا سلطة غير شرعية تحافظ على وحدة الأمة. في النهاية صفقة عام الجماعة هي أول صفقة تأسيسية للتضحية بالشرعية السياسية لصالح وحدة الأمة. هذه المعادلة تحكمت في الفقه السياسي الإسلامي منذ الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي. يعني تعتبرونها انحراف عن الدستورية؟ طبعا هو، لكن ألم يزكيها رسول الله عليه الصلاة والسلام بإشارة سيصلح بين لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يزكيها، العكس، النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن خلافة
وبعدها الملك، واستاء حتى في نص الحديث حديث الترمذي ان هذا يصلح بين ان رجلا لا اول شيء يعني نحتاج ان نميز ما بين الشرعي والقدري. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن ان الله عز وجل سيصلح بالحسن بين فرقتين عظيمتين من المسلمين. صحيح، هذا قدر صحيح وهو صلح، هذا امر لا شك فيه يعني. لكن هل هذا التزكية للتحول السياسي نفسه الى ملك؟ لا طبعا، بل توجد حديث صحيحة صريحة على عكس هذا. مثلا حديث الرجل الذي رأى رؤيا أنه رأى ميزان نزل من السماء فوزن بكر بالأمة فرجح بها، وزن أمر بالأمة ورجح بها، ثم رفع الميزان فيقول الراوي فاستاء لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال خلافة على منهاج النبوة ثم يكون الملك. ابن تيمية يقول وفي استياء النبي صلى الله عليه وسلم ذم للملك وعيب له. لماذا استاء؟ نحن نستاء مما استاء منه النبي صلى الله عليه وسلم، في انحراف حقيقي وقع. لكن هذا لا يلام به خيار أهل الإسلام الذين قبلوا، لأنه قبلوه خوفا من شر أسوأ من هذا، وهو اندثار الأمة في ذاتها. ليست هذه أول أمة تواجه هذا النوع من الاختيارات. يعني أنا حاولت أن أضع الأزمة ضمن السياق التاريخ الكوني. انهارت الديمقراطية اليونانية من قبل، انهارت الديمقراطية الرومانية من قبل، وبنفس الظروف، ظروف الفتوح العسكرية حينما تتوسع الدولة يصبح من الصعب المحافظة على شرعية السلطة، فيصبح إمامك إما اختيار أن تبني إمبراطورية عسكرية دولة فتوح، وإما أن تحافظ على دولة صغيرة قائمة على فيها سلطة شرعية. وهذه ظاهرة تكررت في التاريخ البشري. جميل. ذكرتم في الكتاب قلب الحضارة الإسلامية الفرس والترك والعرب، يعني ما هو السر بهذا التعبير؟ طبعا قلت إن الكتاب يركز على قلب الحضارة الإسلامية ولا يتناول، لأن عنوان الكتاب الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية قد يعطي الانطباع أنه يغطي كل العالم الإسلامي، هو حقيقة لا يغطي كل العالم الإسلامي، ويغطي قلب الحضارة الإسلامية، والمقصود بقلب الحضارة الإسلامية المنطقة العربية التركية الفارسية. لماذا هي قلب الحضارة الإسلامية خصوصا من ناحية السياسية التي هي موضوع الكتاب؟ أولا، لم يحكم العالم الإسلامي مركزيا إلا من هذه المنطقة. يعني أول دولة تحكم المسلمين المدينة المنورة في المنطقة في الجزيرة العربية، ثم الشام في المنطقة العربية دمشق، ثم العراق في المنطقة العربية، ثم لما خرجت من المنطقة العربية إلى الأناضول الدولة التركية العثمانية. فالعالم الإسلامي لم يحكم مركزيا إلا من هذه المنطقة، فهي من حيث التاريخ السياسي هي قلب الحضارة الإسلامية. من حيث أيضا هذا من حيث الجغرافيا السياسية، من حيث الجغرافيا الدينية نفس الشيء، هذه المنطقة هي التي فيها مكة والمدينة والقدس، فهي منطقة جاذبة تهوي إليها الأفئدة لدعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام من كل أرجاء الأرض، فهي منطقة جاذبة. لماذا أدخلتم بينهم الفرس سيدي؟ لأنه كما أشرت في الكتاب وأشرت أيضا في كتابي السابق عن أثر الحروب الصليبية على العلاقات السنية الشيعية، أنه هنالك ثلاث شعوب تصدرت في التاريخ الإسلامي، دون طبعا دون أن نقلل من إسهام الشعوب المسلمة الأخرى، وكلها أسهمت سواء في الجهاد وحروب الاسترداد والفتوح أو الإسهام الثقافي، لكن تصدرت في تاريخ الإسلام ثلاثة شعوب. وقلت إن العرب كانوا سيف الإسلام في مرحلة الاندفاع، والترك كانوا درع الإسلام في مرحلة الدفاع، والفرس كانوا قلم الحضارة الإسلامية أيام ازدهارها. وهذا من ناحية الاستقراء التاريخي صحيح، يعني لا يختلف فيه المؤرخون، لا يختلف المؤرخون أن العرب طبعا كانوا أهل الفتوح الأولى. القرن الأول الهجري وصلت الدولة من غرب الصين إلى الأندلس بفتوح عربية. ولا يختلف المؤرخون أن الترك حكموا العالم الإسلامي تقريبا على مدى 850 عاما منذ بيعة أول خليفة، أول سلطان تركي السلطان طغرل في بغداد 1055 ميلادية إلى نهاية، إلى عزل آخر سلطان عثماني عبد الحميد الثاني 1909، حوالي 850 سنة حكم فيها الأتراك تاريخ الإسلامي، وتصدروا في الدفاع عن حدود الإسلام عسكريا وسياسيا، وتحدث ابن خلدون عن هذا في مقدمته بإطناب. جميل. أيضا لا يختلف المؤرخون أن أغلب العلماء في تاريخ الإسلام من أصول فارسية، وابن خلدون خصص فصلا من مقدمته لهذا أيضا الفصل التاسع والأربعين،
باب في أن أكثر حملة العلم في الإسلام من العجم صبي البرس، وأتى بأكثر المفسرين أكثر المحدثين أكثر حتى علماء اللغة العربية سيبويه ابن برزويه وفلان وفلان إلى آخره. فهو التركيز على قلب، لماذا التركيز على القلب؟ لأنه القلب طبعا هو الذي يضخ في بقية الجسم، وهذا لا يعني أنه القلب يضخ دائما بشكل إيجابي. المشكلات الهيكلية الموجودة الآن في المنطقة العربية التركية الفارسية تلقي بظلالها الإيجابية والسلبية على بقية العالم الإسلامي. إنما الفكرة هو أنه قبل إصلاح هذا القلب لن ينصلح حال الحضارة الإسلامية من الناحية السياسية. ذكرتم يعني أنتم كتبتم هذا الكتاب وصعدتم على أكتاف العمالقة، ماذا تقصدون بهذا؟ طبعا الوقوف على أكتاف العمالقة هذا تعبير مجازي استعمله الفيزيائي الشهير إسحاق نيوتن، فهو يقول لقد رأيت أبعد مما رأى الآخرون لأني وقفت على أكتاف العمالقة. جميل. يقصد أنه تعلم ممن سبقه من العلماء ووقف بنى على ما حققه، ولذلك رأى أبعد منه. طبعا لا أدعي أن رأيت أبعد من العمالقة ولا غير العمالقة، ولكن فقط للتعبير عن العرفان بالجميل للكثير من العلماء الذين رجعت لهم الكتاب. طبعا رجعت لمئات المصادر، يعني مجموع مصادر الكتاب ممكن قريب من 400 مصدر ما شاء الله. فيهم طبعا علماء التفسير والحديث وفقهاء السياسة الشرعية والمؤرخون وحتى الأدباء وغيرهم من التراث الإسلامي، وفيهم من المفكرين المعاصرين مسلمين وغير مسلمين، وخصوصا بضعة مفكرين استعرت منهم بعض المفاتيح التحليلية التي استخدمتها كثيرا في الكتاب، مثل فكرة الإمكان التاريخي عند هيجل، مفهوم التشكل الكاذب عند شبينغلر، ملاحظات محمد إقبال أن القيم السياسية الإسلامية بقيت أجنة جمع جنين، وأن السياق التاريخي لم يسمح لها به، وهذا كان مفتاح مهم نبهني على أمور مهمة. ملاحظات مالك بنبي حول الانشطار الذي حدث في الصفين بين من تمثل القيم السياسية الإسلامية ومن استأثروا لقيم أخرى، سواء القيم القبلية العربية أو القيم البيزنطية. وملاحظات رضوان السيد حول الصراع بين الوحدة والشرعية في الفقه السياسي الإسلامي، وتضحية الفقهاء بالشرعية لصالح الوحدة الذي انتهى بضياعهما معا، كما يحدث دائما بالنسبة لمن يضحون بالشرعية لصالح الوحدة. يعني هنالك بعض المفاهيم المركزية التي اعتبرتها مهمة جدا، واستفدت من كل هؤلاء العمالقة وأشرت إليهم من باب العرفان بالجميل العلمي لهؤلاء. بقي معنا نصف دقيقة، فهل فعلا عندنا يعني شح بالكتب بتراثنا الإسلامي بتخصص السياسة الشرعية؟ طبعا رضوان السيد قام بإحصاء لطيف أنه كم عدد الكتب التي كتبت في السياسة الشرعية، مثلا الأداب السلطانية، كتب السياسة في التاريخ الإسلامي لا تزيد على حوالي 300 كتاب تقريبا أو أكثر بقليل، وهذا قليل جدا. يعني هنالك الضمور كما وكيفا في اهتمام المسلمين بالفكر السياسي وبالقضاء السياسي، وهذا أمر لا بد من تعويضه، وإلا سنظل نراوح في أزمتنا الدستورية. جزاكم الله خيرا، إن شاء الله نخرج من هذه الأزمة على أيديكم. مع الأسف يعني الوقت تداركنا، إن شاء الله في حلقات قادمة نكمل الحوار حول بعض النقاط الهامة في كتابكم. جزاكم الله خيرا. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، دمتم بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اغرس أفكار المستقبل بتراب الحاضر واسقيها.